ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم فيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، بليز ما تنسيش تشتركي فيها. واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. والنهارده الفيديو بتاع الجزء الرابع من مشتريات العيد او مشتريات الملابس والاكسسوارز وحاجاتي الفتره الاخيره. تمام، هي كانت كبيره جدا لدرجه ان انا ما شاء الله استمتع الاربع فيديوهات، ده الجزء الرابع. يلا بينا النهارده نبدا الفيديو، واعملي شير لاصحابك عشان انا نفسي اكمل ال 10000 مشترك قبل عيد ميلادي، وحلمي كبير جدا. بس عارفه ان انتوا هتخلوا اصحابكم يشتركوا في القناه ويساعدوني. يلا بينا نبدا، وهبتدي باول حاجتين. هما التاتو، بقيت التاتو الثالث هتلاقوه في الجزء الثالث، اخر الجزء الثالث. جبت الشكلين دول، بصوا جبت كده، دي يعني ضحكتني جدا عشان كده جبتها، دي عايز تحط في الايد وفي البيت، ما ينفعش تخرجي ببوسه زي كده. ده شكل لونه احمر كده، ده شكل كده قلب مربوط في جنزير، ده قلب كده عنده جناحات، وده قلب بيولع تقريبا وعليه تاج من فوق، ودي نفس الشكل اللي هنا. ودي بقى شكلها تحفه جدا، يعني حلوه قوي قوي. بموت في حاجه اسمها تاتو يا جماعه، اللي بيحبني يجيب لي تاتو. تاني تاتو بقى، هو ده تالت تاتو، يعني كان في واحد زي ما قلت لكم الجزء اللي فات، ده تالت واحد اهو. ده بقى عجبني جدا، هو رسمتين بس كانوا مميزين. الوردة دي كده تقريبا معاها مفتاح وجنزير، والوردة التانية ولونهم كمان كان مميز، اللون الفوشيا ده. بحب التاتو الملون اكتر من التاتو الاسود بصراحة، بفضل الحاجات دي بتبقى اتراكتيف اكتر وشكلها حلو اكتر مميزة وبتلفت النظر اكتر، فحبيت جدا التاتو. التاتو ده ثابت معايا في المناسبات، يعني اي مناسبة لازم يكون فيها تاتو، مقدرش احضر اي مناسبة كده من غير ما اجيب تاتو. فيديو النهاردة بقى، يعني دي كده كانت من الحاجات اللي فاتت. فيديو النهاردة هو طقم خطيبي بتاع الوقفة، اللي هو ليلة العيد. عندنا ليلة العيد اخواتنا بيقولوا الوقفة، فالاتنين زي بعض. فيلا بينا نبدا. يعني انا خدت منه الطقم دوت، ولازم اصوره طبعا في القناه عشان لو بنوت عايزه تجيب لخطيبها حاجه في عيد ميلاده، عايز تاخد افكار من مثلا البيجامه او الترنج، عايز تاخد افكار من الفلاته، عايزه تشوف برضو الشكل كده، عشان احنا طبعا كبنات في الفالنتاين وفي عيد الميلاد بنحتار نجيب ايه اصلا، يعني اصلا مش عارفين شكل الحاجه. فتعالوا بقى انا قلت اوريكم، يعني لازم كل ما يشتري حاجه اخدها منه عشان خاطر اوريها لكم، وطعم العيد برضه هاخده منه. بصوا ده شكل الفليته، انا اللي منقيها طبعا. بصوا ده شكلها كده، هي جراي في ابيض، عارفين الكريمه الاسترتش بنات، هي ستريتش اهي كده، هي كده بحزام جلد من ورا، والرباط بتاعها ملون زي ما انتم شايفين، ابيض في اسود بس باين في الكاميرا افتح بكتير. وفيها كده زي شمع كده من هنا، ومن هنا كده الكعب بتاعها جراي برضو نفس الدرجة، ده شكلها كده. ومن جوه طبعا يعني عالية كده، فيها زي كعب بسيط، ده شكلها في المجمل شكلها تحفة. وجايب دي للترنج، مش جايبها للخروج، يعني لو مثلا مش خروجة، لا ده جايبها مثلا ترنج لنزول الشارع كده، عشان هي ستريتش تتلبس على ترنج، ما تتلبس يعني على طقم خروجي وكده. ممكن برضه تتلبس على طقم خروجي بس بصراحة تليق للترنج اكتر. تعالوا بقى اوريكم شكل الترنج، قولولي بقى رايكم تحت في الكومنتات. مبدئيا كده الفلاتة دي كانت من النت، جايباها اونلاين، طالبينها يعني اونلاين. كانت بكام؟ بصوا يا ب 215 يا ب 200 جنيه يا ب 190، حاجة في الرينج ده، غير طبعا الشحن يعني. والترنج بتاعه من المنشية، البنطلون الاول. بصوا بنات ده شكل السويت بانس. اول حاجه كده هو بيحب اي حاجه فيها شغل، وانا كمان. هي بسوسته كده من هنا، هو بسوسته تمام، وفي كده زي بادج صغير نازل منه الرباطين دول، وهنا برضو الجيب التاني حلو جدا، وفوق بقى استيك اهو، هو بقى يقدر يوسع او يضيق من الرباط ده. تمام، نجيبها الجزء ده. بصوا بقى الشغل هنا، في خط كده اورنج تمام، تحفه جدا جدا، من بينتهي باللي هما الحاجتين دول كده.
وبقى ستيك من تحت تمام. ده غير طبعا الجبين اللي هم هنا معمولين بالبتاع ده، فتحفه يعني. ترنج من اوله لاخره مليان شغل، بس انا اقفله. فاكرين الترنج الاسود اللي هو جابه من على النت؟ كنت موريه لكم برده في فيديو، روحوا شوفوه. ما كانش عاجبني خالص، ده عاجبني اكتر. اه ده شكله تحفه جدا يا بنات بجد. لو عايزه تجيبي حاجه لخطيبك او كده، هاتي له حاجه فيها شغل زي كده. الحاجات دي مميزه اكتر، حلو اكتر، جامده جدا 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 يعني. ف لا حلو حلو، وداخل دماغي انا، مش اي حاجه بتدخل دماغي في اللبس الرجالي، في اللبس الرجالي، في اللبس الرجالي او البرفيوم الرجالي. بس ده لا، ده كان حلو. تعالوا بقى اوريكم القطعه اللي من فوق. نفس يعني هو نفس الشكل يعني. بس بص، اول حاجه كده ليزون مبدئيا يعني، مش بدل هنضيعه. بصوا من فوق كده في مشمع، يعني القطعه دي كانها بمشمع كده جري، ودي حاجه تحفه تمام. تعالوا بصوا انا ارفعه لكم كده بالطريقه اهو. بصوا السوسته بتاعته نفس فكره السوسته برضو اللي في البنطلون، في بادج هنا وفي اللي هو الخط الابيض ده خامته غير المشمع ده، وفي خطين حمر كده من هنا، وفي هنا بصوا في هنا اللي هو الجيب ده اللي هما الجيب عادي، ومن هنا كده زي اي سويتشيرت في الطبقه كده لوحديها، وهنا كده نفس الفكره برضو الاستك من الايد، ومن ورا هو ساده كده بس في الزونت ده تمام. اه ده شكله. من جوه بقى بنات اللي هي اللي هو القطن، الخامة القطن العاديه خالص دي، يعني مش فروه ولا حاجه، لا قطن. عايز اقول لكم سعره، انت قصدت امبيرو من سعره، سعر الترنج ده ميزانية الستات كان ب 150 جنيه بس، على عكس الترنج الاسود اللي هو جايبه ما فيهوش شغل ولا اي حاجه وكان ب 200 جنيه. فالفرق 50 جنيه اه مش حكايه، بس فرق الشكل شاسع، فرق الشكل كبير جدا جدا. ده عاجبني طبعا اكتر، هو والفلاته دول يعني هيبقوا هديه مثاليه جدا لو جبتيهم لخطيبك في فالنتاين، والفالنتاين داخل علينا، او جبتيهم لخطيبك مثلا في عيد ميلاده. هما بيحبوا الحاجات دي، هقول لكم ليه، لان هما بيحبوا ينزلوا على القهوه وبيحبوا ينزلوا الشارع كتير جدا، فان هو يبقى لابس حاجه كده انت جايباها له، ينزل بيها القهوه، ينزل بيها الشارع كده. اديني بديك افكار الهدايا وافكار الفالنتين. على فكره مش شرط الفالنتين ورد ودباديب والحاجات التافهه اللي احنا بنشوفها دي، لا الحاجات دي بتبقى عمليه اكتر، وبتبقى ما ضيعتيش فلوسك على شويه ورد او شويه دباديب، يعني هو هيركنهم. تجيبي له حاجه يلبسها تبقى عمليه مع اكتر، احسن مثلا ما تجيبي له ورد ولا دباديب ولا الكلام ده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يا رب اكون اديتكم فكره حلوه. ما تنسوش تعملوا لي كومنت العسل برايكم، وشير لاصحابكم عشان اوصل لل 10000 مشترك، ده حلمي والله. بس كده يا حلوين، استنوني فيديوهات جايه كتير. وايه